أنا ضد الحرب على أي دولة، يعني أشوفها مو صحيحة. يعني هم يحلون مشاكلهم داخليا. الضربة العسكرية يعني فد فبركة، هاي دي يسووها أسلحة كيمياوي وما كيمياوي، مثل اللي صارت بالعراق وكلها طلعت كذب، نفس الحالة دي يسووها. نظام دكتاتوري شبيه بنظام صدام حسين، مثل ما سوى صدام حسين منطقة حلبشة وأنفال وتدمير 4000 قرية كردية، فبشار الأسد هسه يعيد نفس السيناريو اللي قام به صدام حسين، فتوجيه ضربة عسكرية. النظام البشر وسقوطه شيء جيد، بس بشرط أن لا يكون اللي يستلمون السلطة في سوريا جماعة النصرة أو جماعة القاعدة. أنا أيد ضربة نظام بشار أسد، بس حقيقة الأول لازم أن يكون بديلا لهذا النظام وبعد الضربة، لأنه ما هسه ماكو بديل. هذا بالنسبة لسوريا، هذا كله صار أزمة، يضربوا يقتلوا، خلص سوريا لازم يضربها يخلص من بشار أسد. أنا ضد توجيه ضربة عسكرية لسوريا، لأن هذا فيه تهديد للنظام العراقي، بالتالي إحنا بلد مجاور، يعني أي تأثير على سوريا هيأثر على العراق. بشار أسد مثل صدام حسين، هو دكتاتور، إيه يطلع مثل صدام حسين.